بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. رحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفر الله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد آله وصحبه أجمعين. سعد بن معاذ ولا ليال أيان عاوك هذلنا بإذن الله تعالى من كان دور إسلامي أصحابتي نبي محمد صلى الله عليه وسلم قصدها دقيه هنا أفرق دا أديث سعد بن معاذ وحو أهاكو يصدن جر أي إسلامي الله أكبر مركو دأدي سأهدنا صدن يتضب جر وأوقر يودي انتقل رفيق الأعلى سعد بن ما أنتو إسلامي إلا ما أنتو أوقر يودي سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه أيام أبدا أيام أبدا حيسا وأقدمها إلهي سبحانه وتعالى رسول كيسا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه وصحبه أجمعين وحد بل إيجا إنك قرح ذا بدن أرقي سوى نكسن لا أونين دير أيوها ووجيك سنور أيوه وحون أحانين حوغن أتكدر يما سينو يهنين حوغن إنك وسعد بن أبي معاد سعد بن معاد dalka orod ayuu ku socday wuxuuna u socday gurigii Asad bin Zarara indhihiisa uu soo arko ninkan cusub oo ka imaaday Makkah Mus'ab bin Umayra safiirkii Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam oo u soo diray Madiina soo ugu bashiro ahli Madiina bitawxiid إسلامك نعم استغم ماشا وحو أسعدا ما ها إنو سعد إنو مصعب بن عمير كسو دقستو إنما ننك هم مقالدك وعصب إنو كبحيو مدينة حدود كيدو إنو كسارو ننك هم دينت عصب لأي ماضي أو مدينة أضافو دين تيدي ورأي لكن سعد بن معاذ مركو كسو أقدوا ذي فرد ماشي أو فرد مجلسكي مصعب بن عمير قرق أسعد بن زرارة أسعد بن زرارة إيو سعد بن معاد نوحاي هايان المهبرات أما هبر وذا قفل سوء يقانو مركو قرق أو سوء دوا ذي أو سعد أو فرد إيو أيا قلبي يسير وحاكو صدق من عاودي أما الدباش دبال أم معان وعاف ما سيدته فردقي مركو ماشا أوغالي انتو سن فردي سنين رقي فرديين لكتي سو حاكو داعي لكيه سو حاكو داعيان هذا الذي سفير كي محمد صلى الله عليه وسلم مدينة مصعب بن عمير ماشا أي إلهي وحوكا لكي هداية ونفتي سعد بن معاذ نورسي الله أكبر روحي سه أي نورسي وأحيالها لا يبقى لا قدرك وضع قدرة وين يمسكح ده وين أولها ننكا زعيمك أنصارت أي ألو معاب ننكا هل يجي أنصارت أي مدحوها وحوتي ورن وطلق لي إنس مصعب بن عمير كولا دقال تمام أركو فردقي وصود دواد الناشوس وجوغي مصعب بن عمير هذا الذي مصعب مكي ديكي سقعتو إلهي قلبي وصو هدي في الإسلام مركا ورنكي أيو ميل اسكا ديكي قعنتي سأيو حو قليي قعنتي سأيو تاقي وحو يري أنيقا وحان مبايع وسمعنا يا لمن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله أيام ضايع وصمين أيام ما شاء أيوك إسلامي
سعد بن معاذ. مركب مدينة وحاك صوبحها قرح عصب، مدينة وحاك صوبحها قرح أو عصب، وحين كوريغي سينسا قرح ذا دات كبادن قلب جوزا، وحين وإسلاميان وهي المدينة لأن وحي الإسلام تيني محمد صلى الله عليه وسلم. إيوه لله رب العالمين. نعم أسعد بن معاذ إسلام كيسة وإسلامي علاس والبو كسوه قامن ديار أيو أها وحونا كسوه يقولون آدي آدوا وين بركون نبي محمد صلى الله عليه وسلم ومدينة هجرة دي يا أصحاب تيسا وحرر برياشي سير بني أشهل وقبيلة سعد بن معاذ الباب أي أفرن المهاجرين تي أفرن الباب هذي لا ما أموال كودنا كل واحد يعني مجاه مهاجرين تي بحيرين وحدون استعمالا ايكو فان او فانين اما دب او جسنين ان اسحا او غلن اما شيشي غنين ارنتا دان وحاكينا اسلامك او نبي محمد صلى الله عليه وسلم او فرشتك اها نبي محمد صلى الله عليه وسلم مدرسة ايوها وأصحابتي كسو ربي الله أكبر الله أكبر شيء كذا انتي سعتي وحال سو قاري غدوة ذي بدر نبي محمد صلى الله عليه وسلم أصحابتي سي من المهاجرين الأنصار أيو حوده هاي يون لتشده مركاسو وجيقي سوحو آدي دنكي رار أنصار وحويري أشيروا علي أيها الناس سو أجيد أنصارتي أيها الليها إلى تليا قال يا ترى ذا وذاقن وحسي تلو ناكسا تديه مركا ولا لها بدن كينو أغهين تفاسنتهن معنا إر أنصار إيه مهاجرين أنصار توحويان ددك لوغو إما دي قريهو دي مهاجرين تنوحويان dadkii guryahoodii ka imaaday oo u imaaday ansaarta. Nacam, dadkii madiina loogu yimid wuxuu yidhi nabi maxamed maanta bader sacad bin mucaad radi allahu tacaala canhu waardaa qisadiisii ayaa ku jirnaa. Nabi maxamed markuu ula hadlay muhaajiriinta ayuu u imaaday iyo ansaarta, markaasuu yidhi ashiiruu calaya ayuha annaas dadyahoo kaale ila taliya. سعد فدقي أيوه كعي سعد بن معاذ سيدا علن أيوه استغنى وحول ليها يا رسول الله لقد آمنا بك يا رسول الله أنا كونك آمني وصدقناك وأنا كرمي سني وشهدنا إنما جئت هو الحق وحانا مرقاتك نهي وحالي ما تحق منه يهي تاسنا وعطيناك وحانكو قصي تاسنا وحانكو قصيني بلمان كاقادنا إيو حشيسيو يا رسول الله قد دقاق فمض يا رسول الله لما أردت يا رسول الله أرنتا قوان كاتسو قرت قد دقاق أنا كهو أقول جرنا هذا الكيالة سعد بن معاد رضي الله تعالى عنه وارضاه وحوله هاي كي إلهي أذق حقو صدري هذا تراه بدان جيرا وانكول جيرينا يا محمد حلن oo ansaarta ka mid ah oo qoladeeda ka mid ah dib u soo laaban maayo. Nicmeynna waxaan nicinayo dhah cadowgeena inaan berita la kulanno. Nicmeyno wamaa nakra an tulqa bina alcaduwana gadan. Nicmeyno cadowgaan inaa beri aan ka hortagno, laakiin wuxuu yidhi ina lasabr fi lxurb. نعم وحيري صبرك دغالك والو صبرا
ماشى أيو كرموي مركز صويري وصو هذا وتصاعد بمعاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولا على الله يريك منا ما تقر به عينك يا رسول الله، لعله لحالك يابا إن دهاك وأردت واحد كوفة رحدت، فسر بنا على بركة الله، ندقاجي على بركة إلهي سبحانه وتعالى. سعد أيو أهانك صح أحد لي مركا كلمات هذا الذي أقول هذا لسعد وأدقي سنة كوردن والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أوه الرأيو نبي محمد أرنت آدي آد أيوك أوه فرحي نبي محمد وجه جيس النور أياك صبح. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هي فرحة وين مركز وكبير المسلمين نبي محمد صلى الله عليه وسلم سيروا وابشروا فإن الله وعدني إحدى طائفتين، سيروا وابشروا دقائق هايك بشارستا إلهي وحقيق بلان قد إحدى طائفة لا بدا طائفة متكو ذا والله وحجري وحا إله بانكو رهي وإنو دانكوي ومانكو دارتين وحا أجيدا ماشا أي كل من آيان قومك هددو لك نوصو قاضي. نعم محمد والله لا يجيبك كما هدلو، إنما والو سو وحي ذا إن هو إلا وحي يوحى. محمد صلى الله عليه وسلم إلهي باء الشيغي إنه ماشان أقول لمن فلان فلان لو ما قعابي نبي محمد لما ركبه ما قعابي. الله أكبر الله أكبر. وحوليه صلى الله صلى الله عليه وسلم سيروا وأبشروا صبحا أسرعنا إيه بشارستا إلهي وحقيقه بلان قاضي بلانت إلهينا بلغيستا إحدى طائفتين، إما قول طائفتين تان إما قول إما الشهادة. الله أكبر. وحيري ودارت محيري والله وكأني أنا وحام أجيدا ودهي ماشي قوم كي كوغيريون أين تا وحي أهد دقال كي بدر وسعد بن معاذ وهذا رضا كجيدي وحام سو قارني دقال كي أحد مركي مسلمين تهنا محمد أورده مسلمين تكلب بحين تقالك أو مسلم أو قال دي ورر لبك عليها هيك قادم مسلمين تا مركا قف والبو وقالوا جيدي سعد بن حيهن قال دائما سعد ماشي جوجو سنين دير أو حقنا يوها ماشي سعد أو جوجو dulka laga lugahiisa dulka ayuu ku musmaaray dulka ayuu si sabaat ah si aad kaasha dulka ayuu u dheel u istaagna. Nabi Maxamed aktiisa Maxamedun Rasuulullaah sallallaahu alayhi wa sallam ayuu difaacayay Sacad bin Mu'ad isagoo naftiisa ku difaacayay markii horena ku difaacay maalkiisa. Allahu akbar Allahu akbar. Taasna ahal ayuu ahaa wajadiiran bih وقلمي مركا دقالكي الخندق ولو يقال الحزاب أي أهرق نمذي سعد ماشي كصب سعد بن معاذ صحابة ما أنت أنك هدلينه سعد بن معاذ رضي الله تعالى زعيم الأنصار رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أي موقتي هل جنكيسي تتكلم يوجدين يوناك بدأ أمولي دقالك يسوون وحبة أترينن waayo dadka kasoo horjeedaan waxay ahaayeen dad aan cadaalad ku dhaqmaynin ama dilma aan lahayn. Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam madiina si asxaabtiisa ay ku nool nabadgelyo oo ilaahooda caabudayaan oo ay ku isku waanayaan dacada ilaahay subxaanahu wa tacaala oo ilaahayna ka oo ilaahay ka rajaynayaan وصل مركا اي اي رجينا اينا قريش اي كدافتو اينا وارر كسو قادو اي دقالها الا قوة هبار قبيال اه زعماء اليهود اي وحي كبحايا مكة خلصة مكة اي كل اغن اي كبحايا وحي امدين وحي كبحايا خلصة كدبنا وحي اذايان مكة انت مسلمين تايو حكو صوت الدراء اي قدرايان قال لي قريش
قريش أي قدر على رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلام أركاب بلن أي كقاضيان أي هشيسي بدن إني هدو دي قرب استاغ دونا هدي قريش صورته مدينة إني قريشين تأي قرب استاغ يان هدي أي أصوب بحان إني لدغ على مسلمين ته إني قريش قرب استاغ يان مركا مشركين تي أي سيدة كلها شيئا مركا وحالة دقي كارتا دقال سيدي هوارك لغو سوقاد لها أيكو مركا هذلك أي مكة كسر دميين أهدنا أيكو سوء أصول لابن المدينة وحي سوء مريم قبيلة لذا أقوى وين قبائل قبائل كعربتها واقع جرتي قبيلة لذا غطفان وحين له شيئا غطفان تدكوذي ووينا زعماء إني أي لم يدوبان عيدان كقريش مركها ماشي أيا دقالك اللي وصو صورتي خطة دقالك ماشي أيا وصو لغي وان لقي بيخف والبو قبيل والبدور كسنان لها قريش إيو قطفان وحي كارثة وحي إهد إني مدينة لا إمادان عيدان أن حدان لهن عيدان بدن يهودنا إني مدينة دحزيزة أي واحد تخ إني عملية تخريب أي قسمين عيان إني وحكو هالليان أي مالها ولدو أنت أردت أي مسلمين تكون مشغوصين إني قطفان أي قريش أي وار كسو قادم مدينة هل جهة هل مر إني كسو قادم نبي محمد صلى الله عليه وسلم مركو أرنت أغادي مؤامرة إذا قرت لسو أغايو وأديار قروبي وعيدك أنتو هاي أي أديار صدي وحنا أمري إن لقضه خندق أما قد حول المدينة مدينة لحظة هذا مدينة لن كسو وريقنا سو كسو قنا عيدا ماذا وررك كوأها فكرة دافنا وحاكيني صحابي الجليل كأها سلمان الفارسي مركها وحو أدري نبي محمد وحو رضي سعد بن معاد سعد بن عبادة كعب بن أسد أي أدري نكا كعب أسد نوحو أها نين يهودي بن أسد وحو أها نين زعيم كيهودي بني قريضة سيدي ليتبين حقيقة وقادان موقف كوضة قول السوق أيو سيهاشيس أيو لقل نبي محمد صلى الله عليه وسلم يهود مركو مدينة أوتغي مركا النبي محمد صلى الله عليه وسلم هشيس كيالي أيوه أدري صحابة كان جليل كأسعد بن معاذ أن هذا قصديسة قدنه أيوه سعد بن عبادة لبس زعماء أهين مركا يهودي النبي محمد صلى بن قريضة وحال أحدوذي علي بلن يهشيس إني مسلمين ته قدل وصد دول إيه يكون إني لسفر المسلمين تم مركا سعد بن معاد سعد بن عبادة مركا لكل من زعيمك يهودي أها كعب بن أسد كلمة أغورس أغجاو محو أها وحو يري أو بلنتي هلكيت قيسي بلنتي أدري نبي محمد لقشي هلكيت قيس مسلمين تعد لقشي وركاس كعب بن أسد وحو يري بلن أحد ما له هشيس تحضانا مجرن هشيسنا مجرن حتى وحن كو هشينا سكير مركا نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحال أذكات من هذلك مركا أكينا سعد بن معاذ سعد بن عبادة نبي محمد وحال أذكا وحود ديد المدينة إن دبضا إلى كان أهل كدقن إن دباتا يقصو أورمان marka quraysh iyo qatafaan madina way hareereeyeen oo cunu qabateen ay ku sameeyeen markaas rasuulullah sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku fikiray qatafaan iyo quraysh inuu kala dheerayo ciidankoodi sida naqas ayuu ku noqonayaa ciidanka soo weerar madina intuu badnaan lahaa wuu yaraanayaa marka ciidan yar ayuu noqonayaa يهدنا نسخة حوقيس أيو لهانايا وفعل نبي محمد وحب الله بي إنو تفاوض لسم أيو
دنيا قطفانا دد أي ودري غير قطفانا أي بلنت أقوى بها أي قريش لقلين الدقال كان فايد أقوى جلين من مقابلنا وحي ليهن نحلوا بلن قاضي وحي ليهن مدينة مدينة عام وحي كتاية تمرتم مدينة واحد كصبحه خيرات أه إن نسكت لسينا يوم ثلث قريب أه إن لسينا يوم مركا مدح دي رير غطفان وي أقلاتي وحير أيات إن هشيسك لما المريوه لصحيحه نو محمد مركا وحاجري هشيسك ماشي يكو استاغي نو محمد هشيسكا مجعل لن كالقي ينوضه ايوه هو جمع انه كقريب قلي اهل المدينة مركا ايو يرى اصحاب تيسي ايو يرى نبي محمد صلى الله عليه وسلم اصحاب تيسي هشيسكا وحكا اوغادان روح قائدك اه ما لحظة اه وحلق ربا نظامك كالقي ساقو امو قارين مركا نبي محمد صلى الله عليه وسلم اهتمام قارو حسي رأيي سعد بن معاذ سعد بن عبادة لبضة ولا الزعماء لأن أيك أي زعماء المدينة لبضة صحابي حق أي وليه إن أرمها أيك النقاش كقاتان إن أي موقف كقاتان هل موقف إنك كقاتان مركان محمد صلى الله عليه وسلم وحوش يغي إنه غطفان لحا جوذي وهذا اللي سميي وحوال بقوش يغي مركاس وحوجري aniga muxaawaladan waxay dadaal iga ahayd inaan madiina dhibaato ay ka dhicin dadka madiina ay dhib ku geeren weerarkan iyo cunaqamaatanta ay nagu hayaan oo adag. Talow muxuu ku jawaabay sacdaan? Labada sacd maxay ku jawaabeen ilaa rasuulullah sallallahu alayhi wasallam su'aasha maxay dhahan yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow أهذا رأي تختار كم رأي الدور ناس دمية أم وحي وحي وإله دنكس كاغ إماضي مركز نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد بين مشير وحي وحاوية أمر أنا قان عن دورتي بل في ريا وناقل لبدا صحابه سعد بن معاد سعد بن عبادة لبدا الزعماء لبدا الزعيم أهل المدينة هل أفعي وحيكو لهن يا رسول الله أرنت ما أذا دورت مس أمر كان وأر الوصول حيودي نبي محمد نبي حجر ما أنا قاعد دورت لبك سيد لبك ويرى أهل المدينة ويا وحان أركي ودهي عربت إن يوصل دقال إن حقود يوصل تورين أو هل فلار إيو نيوصل دقال نيوصل دقال تجين أو ميل والبناء إني قاعد وزنايان وحان جعل هذا إن أنتن shookadooda ama cirbadooda aan ku jibiyo. Marka ayuu nabi maxamed wuxuu yiri yaa rasuul allah asxaabtii ayaa waxay dhaheen sacad bin mucaad iyo sacad bin cubaada yaa rasuul allah anaka kuwaan waxaan la ahayn shirk ayaan la ahayn shirk maa mushrikiin ayaan la ahayn asnaamta ayaan la caabudo jirni إلهي ما عبده لجرين ما نقانو مركز ساس أيكو أنكو قال له أي مدينة أي ولو الكسور ريون جرين إنه وحكا قاتن هده نوع ما دانه وصول دوين جرين بس أما بيع لحظان جارو أما مركز إلهي نوو كرمي بالإسلام إسلام نوو مركز إلهي نوو كرمي وإلهي نوو سهدي وأذن إلهي وعزنا بك أذن إلهي نوكو كاتا غيري وبي مال كان ميان سنين هذا الأدقويان هذا الأدقويان سعد بن معاد من قرده هايسان هذا الكا وحيري والله داد كانوا يري أنا كدت خدم كمليه وحان اسكرافي وحان مال أنسينا سيفتان أيان سنين حتى إلهي ودحدانه وحكمه اسلام مركا أي نبي محمد صلى الله عليه وسلم فكر ذو وتي وما شك عبري وشك جوجي مركا
حشيس كل صحيح ربنا محمد وحو قدر ربي قطفان وحو يري أصحاب تدي ويدي دي إن أني لقلنا حشيس ها أني لقلي وأنا أقر أنا رأيي قوذة أيام خلصونا هيوانك وانك استغنانا يا الله أكبر الله أكبر أيام بعدي وحاب لغني مدينة الحريرة يوعنا خبتين اللغو سمايو عمر خبتين اللغو سمايو marka sheekada waa adkaatay marka xasa weerarka lagu qaaday madiina laakiin nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi madiina ayaa doortay weerarka in cunuqabateeda la saaro waayo heshiiskii inay la galaan ayay diideen nabi maxamed wuxuu qaaday ra'yiga asxaabtiisa كدبنا وحلق وحي وحي دميه اني قضان قد نقضي مركي لقضي انت اصلا محمد الفاوضاي تفاوض ولو جري بغطفان انت وحلق قضاي خندقي اما قدكي اي لقضاي مركا مدينه وكبد بادي اي وحي اركي وحي ونقطي قاشان ايو اني كبد بادي سو عيدا كوضا اي سوق المدينه المنوره marka muslimiinta waxay labisteen libaas alxarb dharkii xarbiga ay labisteen sacad bin mucaad seeftiisa iyo wuxuu soo qaatay warankiisa isagoo leh labbat qaliila yashhad alhayja ajmal ma ajmal almaut ida xaana alajal allahu akbar wax yar ayaan sugnay geela heejaankiisa weeraxa geelka maxaakamacan ama ajmal maxaakamacan dhimashada هذا وقت هذا إمادة رضي الله تعالى عنك وأرضاك يا سعد بن معاذ مركز سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه إسقو خندقة مليار أيها وحالة وصو توري ورن كحوكة داوة مي قرب كيسة فلار أيها وقود عدي أحد مشقها متقاعد كمتأة magacisa ibna caraqa in la dhahay in jeclahay marka meesha dhiig badan ayaa kasoo daatay xididkii ayaa go-ay sacad bin mucaad isla markii ayaa waxaa loo qaaday ambalans ama gargaarka deg dega ah xoogaa dhiiggiisa waa istaagay nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu amar ayuu bixiyey in loo qaado masaajid agtiis loogu qaado مساعد كيسة أكتيسة إن لو سمي قائمة سو نبي محمد مروى البو أركو الله أكبر الله أكبر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد آله وصحبه أجمعين مركا مسلمين تبحي قادم ويلكودي ما شاء الله هوينا ما شاء الله ويلكودي عظيم كأها ماشي نبي محمد مساعد أكتس أي جيل قيم على لغول سوى نبي محمد إنه أرك يوجع يا سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه سعد بن معاذ أرك أيو إنديه سكو آدي مرك أيو كد عسان دقيست ولا لها وحوليها إن كنت أبقيت من الحرب قريشيا هيا إلهيو أرك انتو إيغا يوحوير إلهيو haddii quraysh dagaal noogu dhiman yahay ilaahu nolosha ii dhaaf aan sii noolaado waayo waxaa weeyaan dhahay fainnahu laa qowma axabba ilaya an ajaahidhum min qowm aaduu rasuulak waayo wuxuu dhahay qoomkan waxaa qoomkan ugu jeclahay inaan ku jihaado inaan la dagaaltamo in jihaad waayo sacad muxuu saa u leeyahay wuxuu yihi nabi maxamed sal allah alayi slam bay dhibeen jaceylka nabi maxamed herkuu gaarsan yahay sacad bin mucaad nabi maxamed ayay dhibeen wayna beenayeen wayna kasoo raacdeesteen maka ama ilaahay subxaanahu wa tacaalaa haddii dagaalka uu yahay quraysh dagaalkeed oo dhammaaday dhaawaca maanta aan dhaawacan haygaaga dhig jidkeyga aan shahaadada ku helaayo allahu akbar markaasoo ilaahay u haydilin
إلا إشي ذكر راح حيث بني قريضة إيو إبكة أي قستين أنا كجاسنين سعد كبيا تحدث أيو تريي لك الله يا سعد بن معاذ إله بالله يا سعد بن معاذ يا ذكرى هذا الكا أوكله موقفك أوكله ونن عن مدينة قريه هوس لغا صور الري بذها يهودي هاين غطفان إي قريش نحكو صور حكو هريسي مدينة هذا الكو كود عيسى مقلسين مركز داوعة وحو أها داوعة جدك شهادة أكبر الله إلهي سبحانه وتعالى لأنه شهد بالك بعدي وحو أقول إذا داوي عيسى لكن مو أقول إن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه مو استشهاد كي زمتهم إلا أو بني قريضة أو كآره دبات دي أي مسلمين تأوغستين ويا قريش إلهي وحوك صدري هاوب قوب أه ملايك أيها كتا قالت مساء والله دو تقانين مركا قريش مدينة وسوغل واسي قدكي قندقة أها أما قندقة لا يسميه مركا عبسي يارقك حيا قد يا قريش مركا عيدا كوت دمان ويقاتين وحي لأي مادين عنتو يهب كودي هوري وقاتين أيكو خسارة قبا أي أولا بتا أيكو نحسن أي أولا بتا مكة مركز النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد وحوده هي إن لا طاف مع أهرار بني قريضة يهود بني قريضة سي مدينة أي تباتده أي كهيان أي تغرته مروى البوي سمينا يحدثان لو طافه وإن لحسابيه وهي مسلمين تمركان وابتن وانا حوغيسيين مركا أرنتا أوكله ما أرن لغسكين لترك رأيول محمد صلى الله عليه وسلم مركا سو أصحاب تيسا أيو حكو أمري يعني أدقاق إلى بني قريضة ماشا أي حصار أما حصارين يكو هرار سمين شان إلى ما تم الموت مركي أركين ماشا يعني بحن إلا نبي محمد صلى الله عليه وسلم يا أصحاب تيسا من المسلمين تا وإسدي بين نبي محمد صلى الله عليه وسلم أي هو سيمادين رجاء أي كربان مركا نبي محمد محوق جوابي بطلو محمد صلى الله عليه وسلم محوق جوابي وحو يري وحان رالك أهي حكمك وساعد بمعاد ولا ليال ولما ذقر وحيدهن سعد نبي محمد ولو عيودي ولو صو عيودي أو حليري صاحبك على سعد بن معاذ حكم كيسة قاضو سعدنا وحو أها حليف أيو لأها شيس أيو لحظة ديالين نعم مركز وحو سعد أي حكمك أدانا يا الحبيب مصطفى عليه الصلاة والسلام سعد بن معاذ أي أدانا يا حكمك يا كم حكوين لأن سعد حشيش أي لا في الجاهلية حشيش قرار أي رحضة يالين نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحو أدري أصحاب تيسي طيب كميت أصحاب تيسي وحو أدري إن لي إن يسو قادان سعد بن معاذ أردا وعنا خي مدي أقول جري مسايد كفرت ذا لغادي سي وقالوا قداوين ما شاء مركز ويسو قادين وحالك أنا إسو صالين دابة دابة ولا لو حين نكون فرطة فرس أما بقل أما دمر وصعدنا أدي أدو حنونك يسكن مغضو مرة حنونك أدو دبني هاي دالنا فرب بنا كم مغضو مركز ويا رسول يا مركز نبي محمد حده يا سعد أحكم في بني قريضة يا سعد حكم كاغا بني قريضة كفرت الله أكبر سعد مركز وحده هاي استقو مسكح ليس أيو قدال قي لغرتي الخيانة دي لربوني غريضة تي ودن بيسوي حي أحد غزوة خندق أو لصاب كذا هدي قريش إيو قطفان إيسو قلا مدينة بربور لهد أهل كوذين أبابين لهايان
markaasuu yidhi sacad bin mucaad radiallahu tacaala canhu ardaa saxaabiga aan ka hadlayna caawa inii araa an yuqtal muqaatiluuhum, aniga xukunkayga waxa weeye waxaan u jeedaa u dhahay in la dilo askartooda dagaalanta, watusaba daraarihum dumarkoodana in la qaato, watuqsim amwaalahum maalkooda in la qeybiyo, wahaakada. Sidaasna sacad muu geerin ilaa markii uu qalbigiisa xabad uu ka istareexay dhibka buni qoreeda xukunka markuu ku riday, leanno sacad bin mucaad radiallahu tacaala canhu ardaa dhaawiciisi wuu sii darsanayay maalin walbo, bal kulla saaca ayuu sii darsanayay. Maalin maalmaha ka mid ah nabi maxamed sallallahu calayhi wasalam ayaa wuxuu aaday inuu sacad ziyaarto, markaas ayuu wuxuu arkay inuu waqtigii ugu dambeeyey uu joogo, markaasuu nabi maxamed sallallahu calayhi wasalam madaxiisa dhabtiisa u saaray, markaasuu ilaahay uu tuugayaa uu leeyahay allaahumma ina sacdan qad jaahada fii sabiilak. Nabi maxamed waa lahi sacdan, ninkan sacad bin mucaad wuxuu jihaad u galay jidkaaga, wa sadaqa rasuulak nabigaaga ayuu rumeeyey, wa qada aladii caleyh waxaa lagu leeyahay wuu dhameeyey, fataqabal ruuxi bikhayr maa taqabalta bihi ruuxa, ruuxiisa khayrkan ugu wanaagsan aad ruux ku qaabisho allah kaso. Allahu akbar, allahu akbar. ducadii nabi maxamed sal allahu calayhi wasalam uu sacad ugu duceeyey. Sacad jidkaaga ayuu ku jihaaday yaa rabbi, nabigaagana wuu rumeeyey, iyo deynta lagu leeyahay wuu oofiyey. Ee aqbal ruuxiisa khayr ku aqbal, khayrkaad naf kale naf kasto bihi aad ku aqbasho. Allahu akbar. Nabi maxamed sal allahu calayhi hadalkaa markuu lahaa waxay ku degatay ruuxii sacad bin abi mucaad bin mucaad siday leedahay maca salaama, waxay korkiisa ku dayay bardan wa salaama. Allahuma salli wasalim calaa sayidina maxamed wa aalihi wasaxbihi ajmaciin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد آله وصحبه أجمعين. مركا صعد وحسك الدجي مركا مدحيس أوفور أبتي محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد إنه عنده زفر وحو رجينا إنه أحاذو وجيه أودن بيه أرق أودن بيه إنه أركو أرق نبي محمد نولشيس أركو أرق نبي محمد صلى الله عليه وسلم. مركا أيوه السلام عليك يا رسول الله. Allahu akbar. Nabadgelyo korkaaga ahaato ya xabiib allah, ama anigoo yidhi waxaa markhaati ka ahay innaka adiga inaad nabi maxamed sal allahu calayhi wasalam aad tahay, inaad adiga rasuul allah aad tahay. Sacad sida ayuu hadalka ugu dambeeyey u ahaa. Allahu akbar, allahu akbar. Marka wejiga nabiga ayuu aada u fiirsaday, indhihiisa ka buuxsaday, markaas ayuu wuxuu yihi nabi maxamed sal allahu calayhi wasalama, xanian laka ya aba camr now yaa ibna camr. Nabi maxamed waa la tusay inuu saaxiibkiisa sacad bin mucaad ahla janna uu yahay. Allahu akbar. Ahla janna inuu yahay waa loosa waxuu yidhi maxamedun sal allahu calayhi wasalam, leanna nabi maxamed jeebkii kama hadlo. Marka mid saxaabada ka mid ah oo saxaabada axaadiista dad kuwa badan ku jira allaho abu saciid alkhudriy ayaa waxaan ka mid ahay u dhahay dadkii godka qeybka qodaya qabriga sacad, mar walba haddaan dhulka qeyb aan qodno dhahay waxaan ursanayn u dhahay sankan waxaa kusoo dhacay u dhahay udgoon badan reexalmisk ilaa sacad aan laxdiga aan ka qodno. Markaas sacad wuxuu ahaa musaabka muslimiinta fi sacad cadiima, aaday aaday geeridaas ugu naxeen sacad, walaakina
تعسيدو دان وحي اهد جليل اي اهد مركي مغنين مركي هذا اي كمغنين محمد صلى الله عليه وسلم سعد اي كحنن زعيم اه سعد بن معاذ اي كحن مادين مقع لها جيسنمو تاس اي تهي لكن تقوى ناكسن او تعزية اي كل هلا محمد هذا الكينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا الكهوير محمد محمود صلى الله عليه وسلم لقد اهتز العرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. الله اكبر. عرش الرحمن ايات دقاقي لمشهد سعد ايات دقاقي. الله اكبر. اريج مركز كلمه هام مقف النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتوقن عيسى وايو نبي محمد كونتاكت اي عرك اولي لي هي ووالو سو وحيوني. الله اكبر. الله اكبر. لقد اهتز العرش الرحمن لموتك يا سعد بن معاذ. الى هنا توفيق الله نوالي لمن تاني قصتك له ولا له وما حسنتين. بارك الله فيكم وجزاكم الله الف خير. انت سيغا ننتهي قصه كله ان شاء الله تعالى. الا رسول الله، الا رسول الله، إلا رسول الله. أمست معاني النصر من كلماتي لأدب عن عرض الرسول بذاتي. أحمي الرسول بما ملكت منافحا بالشعر أكتبه على الورقات. البدر يسمو في السماء بعزة والشمس ساطعة بلا طاقات. والكلب ينبح لا يضر سماءنا والإفك سوف يصيبكم بثباتي.